ايوه انا كنت دافئ، انا كنت ماكي الهوى بكل بساطه. ابغى اقول صباح الخير، ابدا اليوم اخلص يمكن على فبراير. لا والمشكله اجي ابغى اقول صباح الخير خلص يلا ورانا شغل. كنت تاتئ وكنت مره اعاني، بس في فرق بين قصتي وبين قصه عدي. عدي كان بيقول انه هو القصه حقته كانت ديفلوبمنتال، كان في نوع ثاني اللي هو تروما. التروما حقتي كانت شويه غريبه. انا كنت وانا صغير كنت فصيح كذا لسان، كنت ساكن في الرياض، ابوي يحكيني يقول لي كنا في مطعم وكان عمري سنه ونص تقريبا، فحاطتني كنا في مطعم وكان ابوي حاططني فوق الطاوله، فانا قاعد بقول لابوي بقول له ابغى بيبسي ابغى بيبسي ابغى بيبسي. كان في واحد رجال عجوز كده واقف بعيد كان متكي زي كده وقال افا البزر ذا يتكلم احسن مني وعينك ما تشوف الا النور، وينعقد اللسان ولا عاد تقدر تتكلم مره ثانيه. طب يا ابويا ايش الحل؟ كانت نفس المشكله، الناس ما كانت فاهمه بالضبط ايش هو هذا. كانوا بيقولوا صغير بيدلع، كانوا بيقولوا حيتعدل، ما هي مشكله، نفس القصه حقت عدي. لكن كان في فرق، عدي كان يروح عند سبيتش ثيرابيست، انا ما رحت عند سبيتش ثيرابيست. من وانا صغير، من وانا عمري 5 سنين انا ما اعرف اتكلم، حاتكلم مو على كيفك. انت ما تبغوني اتكلم؟ طيب اوكي، اروح عند الرجال ابغى واوقف، معليش قاعد تريق علي، وكنت ابكي وازعل بس الا كنت ابغى اتكلم. طبعا كان في طبعا قرايه القران، كان في مويه زمزم، كل هذه الاشياء ساعدتني مره كثير وفرقت معايا مره كثير. دخلت الابتدائي، طبعا دخلت الابتدائي الولد اللي تاتي كذا وقدي كده، فيعني صغير وما يتكلم ما ادري ايش فائدته. المهم كنت شاطر في المدرسه ما في مشكله، لكن كانت عندي نفس المشكله. شفت الاذاعه ابغى اطلع الاذاعه. كان عندنا مدرس اسمه استاذ نور يقول لي اهدى يا ابني اهدى اهدى، عايز تطلع في الاذاعه ليه؟ ابغى اطلع في الاذاعه يا اخي، طلعني في الاذاعه. مش حتقدر، ابغى طلعني في الاذاعه. كنت اطلع الاذاعه واجيب العيد والمدرسه تفك غير طبيعي. ثاني يوم اقول له بطلع في الاذاعه ثاني. كل يوم كنت اطلع في الاذاعه واجيب العيد، وكنت ابغى اطلع في الاذاعه. عبيط يا اخي. الشيء الوحيد اللي ما كنت اتاتي فيه لما كنت اقرا قران. كانوا يجوا المدرسين، مثلا دحين كان في مدرس هو اللي عليه انه يجهز الاذاعه، كان يجيب الطلاب من مدري ويسيب القران عشان اللي يجي عادي. والله ما في الا القران يا عادل، خذ انت امسك القران خلاص. والله ختمت المصحف في سنه ثالثه ابتدائي. مشينا على هذا المنوال وانا احاول واحاول 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 واحاول. دخلنا المتوسطه، لا ما صرت إذاعة دحين، صرت بطلع ألقي شعر في مسابقات. السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور محمد عطية من الاستنباط. عندنا دورة وصوتكم مرة طيب. سمحت الصوت. طيب حاضر حنحاول. طيب من غير ضحك يا جماعة، نحاول بشوية. طيب أنا ما ضحك. طيب اللي صار إنه دخلت المتوسط وكنت أبغى أطلع في مسابقات إلقاء شعر، وطلعت أخبص مرة اثنين ثلاثة إلين تاني متوسط. الحمد لله بعد المحاولة ثقتي في نفسي زادت، كانت 100% صارت 500%، وارتحت الحمد لله. ما زال في عندي جزء تأتأة، بس الناس القريبين مني يمكن هم اللي يلاحظوا. خلصنا فترة المتوسط الحمد لله، في ثالثة متوسط وأولى ثانوي أخذت المركز الماسي على مستوى المنطقة الغربية في إلقاء الشعر. بعدين لما دخلت الثانوي كنت أحب أسوي مسرحيات في المدرسة، كنت أنا اللي ماسك الإذاعة،
قلت لها اللي ماسكه الجماعه الاسلاميه والفنيه ومدري ايش كل شيء، اي حاجه فيها كلام يدفع عادل، اي حاجه فيها ميكروفون يطلعه عادل، ما هي مشكله، كله كان هذا عادي. دخلت الجامعه انشغلنا خلاص، صرت انت طالب اسنان، واحد مضغوط اصلا، انت تقول واحد طالب اسنان اوه كتب مذاكره. طيب انا عندي حب للشيء هذا، انا احب اطلع على المسرح، احب اتكلم قدام الناس، احب استهبل، احب اقلد، احب اسوي اي حاجه. يعني واحد كان ساكت طول عمره كم سنه خليه ينفلت يا اخي، كان كده مقفل عدم الدنيا. كنت ابغى اطلع، جاتني فرصه، شفت اعلان عن تقديم لمسلسل. مين هنا يعرف مسلسل تكي؟ كله سويته سبسكرايب. طيب جات الفرصه حق مسلسل تكي، رحت سويت اوديشن وانقبلت. للمعلوميه اهلي ما كانوا فيه في البلد، امي هنا دحين. طيب ما كانوا في البلد، رحت سويت اوديشن من غير ما احد يدري، وقبلوني من غير ما احد يدري، ورجعوا من السفر ولا احد يدري. وجاء يوم التصوير، بس فين خارج عادل؟ رايح اصور. رايح تصور ايش؟ والله رايح اصور مسلسل. ما شاء الله رايح تصور مسلسل، والله مسلسل كذا بس كلام فاضي كذا، يعني شيء بسيط يعني. طبعا كانوا معارضين في البدايه، كل الناس كانوا معارضين، اهلي اصحابي كل الناس كانوا بيقولوا يا عاد يصير دكتور وتمثل كيف؟ لا ما عليك، انا ادبر نفسي، انا ادبر نفسي. الحمد لله صورنا 4 حلقات من تكي، جابت 5 مليون مشاهده 4 حلقات. طبعا شوف ردود افعال الناس، في ناس كان ردود افعالهم مره حلوه معايا، شغلكم مره حلو وممتاز وابدعت ومدري ايش، وفي ناس كان العكس، يا اخي ترى الكلام هذا تعبان اللي تسويه، ترى المخرج تعبان، عايز انه ستيفن سبيلبرغ يعني المخرج تعبان. وكان في ناس يعني كان في اثر مره حلو، مثلا المرضى حقوني، كان في عندي مريض بيدو عمره 6 سنين، قعد معايا يمكن 6-7 جلسات، بعدين نزل تكي، راح جاء مريض حق البيدو، شايفه يوم جاي الولد فيله ضحكه ما هو قادر، قاعد كده على عدينت الشير زي كده، يا ولدي يشبك ايش في؟ شفتك في اليوتيوب. قبل كم يوم خلصت له الولد سي سي سي، اتصل علي 200 زول الحلقه الخامسه. عموما يعني للناس اللي كانت بتسال 200 زول الحلقه الخامسه وما ادري ايش، احنا قريب ان شاء الله بعد الحج حنصور كل الحلقات من 5 ل 15 وحتنزل كلها بشكل منتظم لاسباب مره كثيره نقولها بعدين في ايفنت ثاني ما هي مشكله. طيب الفكره هنا، جاني واحد يقول لي انت حتفشل في الاسنان، انت حتفشل ما دام دخلت سلك التمثيل وسلك الاعلام والكلام هذا حتفشل في الاسنان. قلت له ليش؟ يقول لي صاحب بالين كذاب. قلت له لا مو على كيفك، غصبا عنك حصير كويس في الاثنين. ليش؟ لاني احب الاثنين وابغى اصير كويس في الاثنين. انا لسه ما نجحت في الاثنين، حنجح في الاسنان ان شاء الله لما اتخرج، والله ما اعالجه، وحنجح في التمثيل لما يجينا عرض ب20 مليون وربي ما اعطي له ريال. طيب كيف انت واحد حق اسنان كيف تقدر تخش مجال ثاني؟ في 2 rules لو مشيت عليها تقدر تمشي. 1 حدد اولوياتك، 2 نظم وقتك. انا ما حقول انا كنت سوبرمان وكنت مسوي الاثنين، انا اول ما دخلت السلك هذا كنت الواد الفعلا الممثل العظيم، تعبت في البدايه واكلت على راسي جدا، كان احيانا انسى نفسي يكون عندي اختبار بكره وعندي تصوير، الاختبار والتصوير الاختبار لا اروح التصوير والاختبار ذكر الصباح، وكنت اجيب درجه مره سيئه في الاختبار، اكلت على راسي وتربيت وتعلمت. في الاخير تقدر تسير اذا انت تبغى. يا ابوي الصوره دي للساعه في شيلها دخيلك يا ابوي، فضيحه احس بشالها من اول، انا شيلها، لا مو ده ايوه ده
أنا ما حتكلم عن الشخص اللي كان فيه قبل شوية هذا نهائياً، مش حقول. آخر حاجة بس أبغى أقولها، أنا فين وصلت أصلاً قبل الصورة دي؟ أيوة، تقدر تصير اثنين في واحد لو سويت القاعدتين هذه ومشيت عليها. مو بس تقدر تصير اثنين في واحد، تقدر تصير ثلاثة في واحد، أربعة في واحد، عشرة في واحد، بس بشرط إنك تحدد أولوياتك وتنظم وقتك. وهداك اللي قال صاحب بالين كذاب، ترى صدقوني ترى ما يعرف طلاب الأسنان. يعطيكم العافية جميعاً.